وانت بقى اطلع لنيكول المحتشمه. طب تعالى معايا عشان نظبط شويه حاجات بس. ليه بس؟ تعالى بس. طيب خلاص. انت عارفه ان سايكولوجيا علشان نخسر رهبه اول يوم لازم نرقص سلو مع بعض الاول؟ ايه يعني؟ خش غير بسرعه بسرعه بسرعه. انت عارفه ان رسميا دلوقتي انا في مقام جوزك، فاحنا في الليله المبروكه دي تحبي يعني عندنا اربع اختيارات، نبدا بايه بقى؟ الف ب ج د، ايه رايك؟ طب يلا ثواني حبيبي، خليني افوت اشيل الميك اب وبرجع لك. طيب هستناك على ج. بسرعه بقى ما تاخريش. يلا يا سالي. ميك اب ايه اللي بتحطيه؟ ده انت كنت حاطه بني ادم يا عم سالي. بهجت؟ لا 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 ما تلمسنيش، والله العظيم هرفسك برجلي في بطنك. شو عم بتقول؟ حرام عليك. مين دي؟ دي نيكول. دي نيكول تمر ولبن؟ نيكول تمر ولبن. ودي سالي؟ ليه؟ استوري نفسك يا اختي نيكول من اعين الرجال. هيا بنا. لا هيا بنا فين؟ والنبي ما تسيبوني لوحدي معايا. والنبي ارضى بما قسمه الله لك يا اخ ماجد. السلام عليكم ورحمه الله. لا 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 ماجد والله العظيم لو قربت خطوه لكون رامي نفسي من الشباك.